السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا معكم دكتور محمد عبدو. إن شاء الله اليوم هنستعرض إيه أضرار سمنة هذه على الناس. الروماتيز، أنت ظهر عور مفصل طقطقة، معلوم طقطقة كوارع نفسه عم عبدو روح هذا قشلة كلام. أنت يتذكر هذا مصري جامع لاهور، هو كلام جيب كوارع يشرب مفصل مية مية طقطق ما في. شوف هذا منظر، أعوذ بالله، شوف هذا، شوف هذا دجاج رز كامل حبة من برا شارع ليش هذا؟ ايش هذا، فرعون؟